بتقسى كل يوم على بعضها، ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شباكنا في بحرها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ بيضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها؟ ليه ناس على بعضهن والمحبة بقت رخيصة، والأخوة اللي ما بينا جوا سجن بقت حبيسة؟ دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها، النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت ايديها. سماوات.com الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها، جاية تجري يا ناس علينا حنا برعتها وترمينا في حضنها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم؟ Did you know there's 200,000 Muslim youth in the greater Chicago area? But unfortunately, most of them have no connection to the masjid or the Muslim community. I'm talking about zero, zip, zilch, nada. Basically, they're disconnected, and only about 6,000 of them attend Islamic school. That's less than 5%. So where are these Muslim youth? Are they in the library studying? No. Maybe they all became geniuses and went straight to college. Nope. Maybe they're in public schools? Yes. Ew. Exactly. مش بيطمع غير في انه ربنا يكون عنه راضي، تجرحيه ويعيش حزين، تقتليه فيه الحنين. هلا بينا يا دنيا انك انت سن المؤمنين. الايمان هو الصديق، بالإيمان على الدنيا نصبر نصبر بينا رح تضيق، ربنا هيحل وعليه. يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها. One of the Sahabas of our Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, he went to China and he is buried there in Canton. Sahaba buried in Canton. Islam reached China 500 years before it reached India. India is nearer, but Islam reached China 500 years before it reached India. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح
كلنا رمي شبكنا في بحرا. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها؟ والأمين نفتكره خان. ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها؟ ليه يا ناس على بعضهن والمحبة بقت رخيصة والأخوة اللي ما بينا جوا سجن بقت حبيسة؟ دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها، النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت ايديها. سماوات دكتور الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها، جاية تجري يا ناس علينا حالنا درعتها وترمينا في حضنها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها؟ ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم لربها؟ ليه يضيع بينا الأمان والأمين من فكره خان؟ ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها؟ اللي فيك يا دنيا عايش بالإيمان وبقلب نادي، مش بيطمع غير في إنه ربنا يكون عنه راضي. تجرحيه ويعيش حزين، تقتليه فيه الحنين، هلا بينا يا دنيا إنك أنت سن المؤمنين. بالإيمان على الدنيا نصبر نصبر رح تضيق ربنا هيحلها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها على بعضها؟